بحسب حاجات ورغبات ايش؟ السكان المحليين. ما عدا اتخاذ القرارات المصيريه يبقى ايش؟ مركز. الشركه العالميه خلاص اوكي، انا عندي كفاءه مثلا وصلت الى مرحله، يعني مش احنا ما نحكمش مثلا على اليمن، ممكن خلي اي دوله متقدمه عندها منتج يعني حقق نجاح غير عادي، ميزات تنافسيه غير عاديه، في هذه الحاله ممكن تطور المنتج هذا على مستوى العالم، مثل ما هو هذا مثلا الشركه الالمانيه نيدو النستلا الاشياء على مستوى العالم. اذا منتج واحد فقط، هذه شركه ايش تكون؟ عالم. او ممكن الشركه الكونيه تبدا تفتح لفروع في كل القارات، تعطي لهم الاستقلاليه وتستفيد ايضا ايش؟ برضو من الكفاءه العالميه، انه تنتج منتجات بجوده وسعر عالي. لانه شوف دائما عندما تذهب ان تستثمر في بلدان اجنبيه او متقدمه، انت بتنتج منتجات احيانا تكون قريبه من المنتجات المحليه، قد ربما تكون المنتجات التي تنتجها انت جوده رديئه على فكره. فلما يقول المثل المحلي يبيع الماء حاره السقايين، لا تحكمش انت على اليمن، الدول الاخرى التكنولوجيا والاشياء هذه، لانه البقاء لمن يريد التنافس قوي جدا. فبالتالي انت اذا تريد تدخل الاسواق العالميه لازم تدخل بقوه، والا بتشوف نفسك انه منتجاتك ذات جوده ايش؟ رديئه، وبالتالي تضطر تبيعها بسعر اقل، ممكن تفشل، تفشل ممكن على المستوى العالمي. ليش نقول لك احنا دائما الشركات متعدده الجنسيه مهمه او حتى الكونيه؟ لانه تراعي البيئه المحليه من حيث الدخل، من حيث الاذواق، من حيث، وبالتالي اي سلعه حتى لو ذات جوده رديئه بتمشي. مثل ما قلنا ضربنا لكم مثلا السعوديه واليمن، شركه الصينيه ممكن هناك اجهزه اللي بالسعوديه تختلف عن الاجهزه اللي هي موجوده ايش؟ في اليمن، حسب المواصفات، بحسب المواصفات، بحسب الاحتياجات، بحسب القدره الشرائيه وهكذا. فبالتالي حققت نجاح هناك، حققت نجاح هنا. لكن لو كانت اعتبرته منتج عالمي فقط، والزعات اللي توزع مثلا بالسعوديه في اليمن ما بيلقي شيء في الماركتينج. واضح، هذه مهمه، شوف الاستجابه المحليه من اهم الاشياء. ولذلك شوف دائما هم يركزوا، يعني دائما حتى في كل كتاب شوفهم يتكلمونك على مالتي دومستيك، مالتي ناشونال، مالتي ناشونال، دائما شركات ايش؟ متعدده الجنسيه يطلقوا عليها لهذه الاسباب، انه تراعي الحاجات والرغبات ايش؟ المحليه. تطوير الاستراتيجيات الدوليه، ديفلوبينج انترناشونال استراتيجيز، تتكون من طبعا مرحلتين اساسيتين. الاستراتيجيه الدوليه تتكون من مرحلتين اللي هي الصياغه فورماليزيشن والتنفيذ امبلمنتيشن. فورماليزيشن الصياغه، فورماليزيشن هنا الصياغه، ثم امبلمنتيشن. لازم الخطوتين الاساسيتين هذه، مش معقول ابدا فورماليزيشن تصير مثلا الاستراتيجيه وترتبها بدون ايش؟ ما تنفذها. صياغه والتنفيذ. خطوات صياغه الاستراتيجيه الدوليه طبعا هي مشابهه للاستراتيجيه المحليه شغل. يعني اللي يستبسل انترناشونال استراتيجي فورميشن، انت بتصيغ الاستراتيجيه الدوليه لكن بتختلف بشكل نسبي بس بشكل بسيط، اللي هو في الاستراتيجيه اللي ممكن تتبعها الدوله، يعني الشركه. لكن الخطوات هذه احنا اخذناها ايضا في اداره الدوله، لما احنا على السريع اللي هي تبدا عندما تصير اي استراتيجيه تبدا بتحديد رساله المنظمه اللي هي في ميشن ستمنت. ايش تكون الرساله؟ من يتكلم ايش معنى الرساله؟ ان تكون تحقيقها الغرض من وجود الشركه. ممتاز. وتعكس لنا ايش؟ الثقافه تكون ذات قيمه. تعكس القيم والتصرفات والثقافه التنظيميه هذه مهمه، شوف لا تنسوهاش. الرساله دائما يعني تحدد الغرض الذي وجدت من اجله الشركه وتعكس قيم الشركه، والقيم ايضا الثقافه التنظيميه. احنا قلنا في المحاضره الاولى مش لازم الخصائص الفلسفه الاداريه، خصائص الشركات الدوليه اللي هي هناك العديد من الخصائص هذه مهمه، من ضمنها خصائص الفلسفه الاداريه
انه لازم يكون فلسفه، لازم تكون مقتنعه بالاسواق او المناخ المحيط، بالمنافسين، بالجوده الشامله، بالالواق، كل هذه تعتبر ايش؟ فلسفه للشركه. فتحديد رساله المنظمه مهمه، يعني تعكس مثلا اول حاجه الغرض اللي دوبيت من المنظمه، مثلا تقول تقديم خدمات، تقديم مثلا منتجات ذات جوده عاليه. إذا أنت عكست هنا، عكست الغرض الذي وجدت من أجله والجودة أيضا تميز وبأسعار مناسبة، نعم، وبتحقيق إيش؟ بما يحقق الفائدة لعملائنا ولموظفينا وأيضا المجتمع الذي إيش؟ الذي نبيع فيه. إذا هنا أنت حققت كل الجوانب. ولذلك زميلكم هنا اسمه رياض تقريبا عندما قال عرضوا على يعني الرسالة المنظمات كانت مجهولة فعلا، مبهمة ما تدريش ما هو الغرض اللي تقدمه. طيب انت تقدم مثلا تعاون او خدمة انسان لمن؟ لاي فئة؟ ايش نوع محيطه؟ عمل خيري، غير خيري، ربحي، غير ربحي، تحدد سبيسيفيك، لازم تحدد الغرض الاساسي بالرسالة. تقولي ايش مبهمة؟ التعرف على نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والمخاطر اللي هي سوات، أعرف اللي هي strength، نقاط القوة، weaknesses، opportunities، threats. وضحناها إنه نقاط القوة والضعف داخل تسمى البيئة الداخلية للشركة أو البيئة الخارجية. أنت الآن هنا بتحلل البيئة الخارجية، شوف ركزوا معي. البيئة الخارجية الآن أنت بتحلل مش إلا فقط على مستوى دولة واحدة، النظام السياسي والاقتصادي، العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى البلد. أنت هنا على مستوى العالم، البيئات بشكل عام سياسية والاقتصادية نعم على مستوى فروع الشركة، على مستوى نعم حتى لا على مستوى حتى العالم تستفيد برضو. يعني ليش؟ بتكون مراقب بشكل مستمر، مش احنا قلنا الفليكسبيليتي المرونة، بحيث انه اذا اكتشفت انت انه مثلا دولة في بيئة فيها مرونة مناسبة على طول انت تدخل السوق، هذا لأنه عندك سيولة كاش فلو ما يهمك في أي وقت، أنت ممكن بالعكس هم يراقبوا هذه الجوانب لأنه علشان ينتهزوا الفرص لدخول هذه الأسواق، عندهم سيولة حتى لو حققوا فشل لأي شركة ما يهمهمش، ما تؤثرش عليهم بشكل كبير اللي يكون عنده إيش؟ سيولة. حتى في إدارة في المشاريع أنت عندما تقيم مشروع ما ينصحش إن أنت تبدأ بمشروع كبير، لازم يكون مشروع بحد أدنى، مشروع صغير حتى لو عندك إمكانيات. ممكن تبدأ بعدة مشاريع صغيرة، لو في شيء المشروع هذا ما يأثر بعد المشروع الآخر، لكن عندما تبدأ بمشروع وأنت عندك إمكانيات محدودة ويكون غير مدروس بشكل جيد، حتى لو مدروس بشكل جيد يا جماعة، البيئة متقلبة كلها وأنت تخطط للمستقبل، فدائما التخطيط للمستقبل هذا يحتاج نوع من أنواع المغامرة. لازم يكون أنت متنفذ المشروع، يكون عندك رصيد كامل. دائما الاعمال ينصح انه تبدا بمشاريع صغيره. ايش رايكم انتم؟ نعم، ايام الحرب ضيعت ناس كثير صح؟ فعلا في ناس برضه ضيعت ناس كثير، في ناس بداوا برضه بمشاريع صغيره. بداوا ما قاعد معك، ابدا صغير وكبار احسن ما تبدا كبير وتصغر. طبعا احنا ما نلومش الناس اللي مثلا مش متعلمين او كذا، يروح مثلا للسعوديه ولا حاجه يقول لي عنده مبلغ من المال، يخاف يقول لك والله المال هذا يعني ممكن يصرف عليه. يجي يعمل مثلا اي مؤسسه اي منشاه ومعي كويس خلصها مثلا. لكن الشخص اللي يكون مثلا متعلم فاهم عنده يعني عنده عقليه خاصه في البزنس، لا يفترض يمشي على خطه محدده واكثر من مشاريع، كل المشاريع الصغيره تكون ناجحه، ما في ولا مشروع. خاصه السلع الاستهلاكيه. السلع الاستهلاكيه والمواد الغذائيه، الوجبات السريعة أيضا، المطاعم ناجحة 100% لأنه في استهلاك يوم سواء أيام الحرب ولا أيام الرخاء. يعتمد على لا، هذه مشاريع ناجحة لأنه في استهلاك يومي. في فرق، أنت عندما تعمل مشروع يكون الطلب عليه يعني الطلب عليه نادر، لا مش حتى موسمي، تكون حاجة لسه الناس ما سمعوش فيها، يعني تكون حاجة جديدة مثلا. ممكن أنت بتستورد مثلا زي ما قلنا العاب ملابس رياضيه، ممكن بتشجع مثلا تسلق الجبال،
بتجيب مدربين بتجيب كده، هذا يحتاج لك وقت ان انت تعمل لها عمليه ايش ترويج او الغوص او الغوص مثلا في البحار كده، تكون يعني خدمه غير ما حد سمع فيها بشكل كثير ولا في يطلبوها بس فئه محدده، لكن يكون بشكل الكل يطلبها هنا تحقق نجاح. فتركزوا بهذه الاشياء. واضح؟ تحديد الخطط الاستراتيجيه الان اللي هي الاهداف طويله الاجل. الخطط الاستراتيجيه الان تبدا بتحديد الاهداف اللي هي ايش؟ طويله الاجل. نعم اللي هي طويله الاجل. طبعا تبدا شوف احنا اخذنا في السابق كلمه سمارت. الاهداف تقوم بقاعده سمارت. يطلق عليها سمارت اوبجكتيف في المشاريع في المواقع هكذا تسمى سمارت، بمعنى انه لازم تكون سبيسيفيك محدده ميجيرابل يس قياسيه ابليكابل اور اتشيفابل يعني قابله يعني قابله للتنفيذ رياليستيك يعني تكون مرتبطه بال يعني ما تكونش هدف مرتبطه بالموضوع اللي انشات من اجله تايم اللي معناها محدده الوقت. هنا سبيسيفيك محدده ما تكونش اهداف عامه يا سبب التحديد دائما التحديد هذا شوفوا اذا انت مش محدد الاهداف الاستراتيجيه فالافضل انك تدور التحديد لازم تقعد على الاسئله اولا وين وير هو ها وهكذا بالتفصيل. يعني انا وضعت مجموعه من الاهداف الان احنا الان افترض انه معنا اجتماع واضح الان في معنا اجتماع هنا يا شباب ركزوا معي. وضعنا مجموعه من الاهداف 1 2 3 4 5 هذه الاهداف لازم تكون قلنا محدده مثلا محدده الوقت محدده من الذي بينجز هذا الهدف خلال كم تقسم مثلا هذا الهدف بينجزوه 3 اشخاص فلان 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 خلال فتره زمنيه مثلا شهرين وهذا خلال 3 شهور تكون مصفوفه مزمنه ومحدده بشكل دقيق من الذي بينجز هذا الهدف ما كيف او ما هي الالات الامكانيات والوسائل المطلوبه وبالتالي هنا تحقق النجاح. انت كرئيس مباشر حينما تطلب من الناس اللي تحتك يعملوا نفس هذا الشيء تستطيع تحاسبه. هذه المصفوفه تكون امامك بعد الشهرين بدك تعمل الاجتماع. حققت الانجاز ولا لا؟ ما حققت الانجاز يشوف ايضا هذا ويشوف المعركه ربما يكون السبب خارج عن اراده ايش؟ الاشخاص. وبالتالي هنا تستطيع ان تحقق نجاح، لكن عندما يعملوا اهداف هكذا ولا يخلوها يعني امور غامضه من يحاسبهم؟ هذه موجوده في اليمن ثقافه اصبحت. احنا نشي نغير هذه الثقافه. ليش اليمن كذا تعيش في حاله تخلف ما فيش تنميه؟ هي هذه بس. انه ما يعملوش اهداف محدده يعني يحددوا من هم الاشخاص المعنيين او الفتره الزمنيه او رصد الامكانيات، ممكن يرصدوا احيانا امكانياتهم بالفلوس هذه ما فيش مشكله معهم، يعرفوا كيف يخرجوا بها يرصدوا الامكانيات مرصوده كلها. اعتقد انه هي بالوحيد اللي بعدين ما ادريش كيف يخرجوها بدون اعمال بدون كذا ما هي عندهم اساليب مداخل قانونيه مشاريع رقميه نحن عندما نتكلم عن اليمن يا شباب ما تفتكروا انه يعتبرون سرقه او اختلاس للمال العام، لا يعتبروها انه جانب قانوني. لا انه ايش بالقانون انا اخذ حقي بالقانون لكن ما استحقوش ما يدريش انه حرام وانه المال العام اكبر من انك تاخذ من شخص اخر. يجيب له مداخل يعني مثلا في مبلغ معين اسافر انا لالمانيا ولا لاي مكان خذ لي بدل سفاره خذ لي جلس شهر اسبوع المهم ان انا اعرف كيف اخرجها ما اخذش كذا بس مباشره وانا جالس بطريقه غير بينما انت ممكن هذه تستثمره باشياء ايش؟ اشياء اخرى مفيده
فهم دائما باليمن كلهم. اذا جيت تشوف كل الاوراق صحيحه وما في شيء مشكله. هذا هو التسد. تحديد الخطط التكتيكيه في المستوى ايش؟ المتوسط. في المستوى المتوسط التكتيكي نقول عمل تفاصيل او ايش معنى تفاصيل؟ ترجمة الأهداف هذه إلى إيش؟ إلى واقع. ترجمة الأهداف إلى الواقع. يعني ينفذوا إيش؟ الأهداف الاستراتيجية هذه. التكتيكية تجي من ضمن الخطط التنفيذية. هي شوف الخطة التنفيذية، ركزوا المستوى الأعلى مش يعد الاستراتيجية. يعد استراتيجية شاملة، مثلا على سبيل المثال الاستراتيجية الدولية، يعني احنا عندنا الفرع مثلا المقر الرئيسي هنا إيش؟ في اليمن. بيعد خطة استراتيجية لكل الفروع خاصة اللي هي ايش؟ مركزية. بيكون عندنا مثلا شركة في فرنسا، في ايطاليا، في اليابان، في الصين، يعني لكل الدول هذه شركة عامة. الاستراتيجية هذه بتكون استراتيجية واحدة. بترسل لكل الفروع بمجملها. كل فرع أو كل إدارة يأخذ إيش؟ ما يخصه. لأن الاستراتيجية هذه بتكون أهداف إذا تمارس كل النشاطات، أهداف مثلا الخاصة بالشركات الدولية إيش اللي ممكن تعمل؟ الشركات المحلية كيف ممكن تتعامل مع السكان المحليين؟ هل ممكن تبقى على المنتج هذا أم ممكن تعمل له عملية تطوير أو تنتج منتجات أخرى جديدة مثلا؟ كيف تتعامل مع التسعير، الترويج وهكذا؟ هذا كله يكون أهداف إيش؟ استراتيجية. واضح؟ هذه مهمة جدا، خطة تكتيكية. طيب الرقابة develop a control framework. الرقابة معروف انه ايش؟ تأكد من ان الأداة، يعني انت خططت وضعت مجموعة من الأهداف. ان الأداة تم حسب الخطط. نعم حسب الخطط. في حالة وجود انحراف يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية، هذه واضحة تماما. يعني الآن ننتقل إلى مستويات الاستراتيجية الدولية. في معنا ثلاثة مستويات هذه. ركز معي. Corporate Strategy على مستوى إيش؟ استراتيجية الشركة ككل. Business Strategy استراتيجية الأعمال. Functional Strategy استراتيجية إيش؟ الوظيفية. طبعا الشركة الأم يعني أو الشركة ككل، خلنا أقول لك يكون عندي أحيانا تصور ما هي الاستراتيجية أو المسار اللي ممكن تمشي عليه. تبدو تحدد هل بتمشي على خط إنتاجي واحد أم إنه يعني إيش بتنتقل للخارج بمنتجات إيش متنوعة بخطوط إنتاجية إيش متعددة. بمعنى إنه إيش في معنى هنا استراتيجيتين. استراتيجية المنظمة في معك بديلين، ممكن تتبع استراتيجية التركيز. استراتيجية التركيز في عمل واحد، ركز معي هنا، اللي هو سنجل بزنس استراتيجي، منتج واحد ممكن تركز عليه، أو ريليتد دايفرسيفيكيشن مرتبط، تنويع مرتبط مثل ما وضحناها قبل قليل، تنويع مرتبط يعني يكون مرتبط تستخدم تكنولوجيا واحدة، قنوات توزيع واحدة، مهارات أحيانا إيش؟ واحدة. أو unrelated diversification مختلفة. ملابس، مواد غذائية، كهربائية، يعني ما ندخلش هذه الصورة ما عرفناش نمسحهاش. أنا طبعا مشروبات لا تكون بس الأمور هذه خلي يكون روحية مشروبات روحية دكتورة. شوف هون شوف في الغرب عادي احنا في شركات عالمية. أنا شوف هالدلائل دلائل قيام الساعة. شوف يقول لك إنه يعطوا مبررات تسمية مرموقة روحية. يعني إيش كيف سموها مشروبات روحية؟ ما قالوا خمر، إحنا نقول خمر مشروبات روحية. هذه من ضمن على فكرة الدلائل إنه قيام الساعة هكذا يبدأوا يعني يقوم غيروا الاسم علشان يكذبوا أكبر عدد من الزبائن العرب يعني المسلمين. المسلمين غيروا الاسم علشان هو تغيير الاسم علشان المنطقة هذه. من وقع نصف الصورة وبعد نصف
صوره ما تطلع. انه ايش الصوره فوق.